ده ليك دي بقى. لا لا انا مش عايز 20 جنيه. ما انت عايز ايه؟ انا عايز بس تكتشف موهبتي. اذا عندك موهبه؟ اه. بتعمل ايه؟ ايه؟ بغني. بتغني؟ طب تعالى قرب، قول اي حاجه. ما بينش. تمام؟ ماشي. غني اي حاجه. بالورقه والقلم خدتني متألم، انا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي ظلم. ليه اللي جايلك اجنبي عرفاني تطبطبي وتركبي الوش الخشب على اللي منك تقلبي؟ عارفة سواد العسل اهو ده اللي حالك لي وصل، ازاي وليلي مكملة وكل ده فيكي حصل؟ يا بلد ما عندها نفسها، يا كل حاجة وعكسها، ازاي وانا صبر انتهى لسه بشوف فيكي امل. انت جامد قوي على فكره. انت جامد. انا ما بغنيش بس. انت بتعمل حاجات تانية؟ بترسم؟ لا بمثل. بتعرف تمثل؟ اه. طب مثلنا حاجه. طيب طب انا